أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فما حكم سب الدهر؟ لا يجوز سب الدهر، لأن الحديث القدسي كما ذكر السائل يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الدهر فقد سب رب الدهر الذي يقلبه ويديره ويقلبه بين العباد، فليس هذا سبا للدهر، وإنما هو سب للرب سبحانه وتعالى. نعم.